السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع معتقلو العراق والعفو العام. مشاهدينا الكرام، واسمنا لهذا الأسبوع في مواقع التواصل الاجتماعي هو أبرياء في سجون العراق. هذا الوسم مشاهدينا الكرام بإمكان حضراتكم أن تتفاعلوا معه في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إيصال أفكاركم، رسائلكم، آرائكم بشأن هذا الموضوع، موضوع المعتقلين، وتضمين هذا الوسم ضمن منشوراتكم. ننتظر مشاركات حضراتكم عبر أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، ومن خلال خدمة الواتساب كذلك بالرقم الظاهر الخاص بالواتساب. مشاهدينا الكرام، يعد ملف المعتقلين والمغيبين في العراق من أخطر الملفات العالقة والتي تؤكد حجم الانتهاكات التي يتعرض لها العراقيون الأبرياء في كل مكان داخل بلدهم، إذ تحول العراق بعد عام 2003 إلى أداة، القانون في العراق إلى أداة بيد من يحكم ليسخره كما يشاء ويسلطه على رقبة من يريد. أوجدت أحزاب السلطة في العراق المادة 4 إرهاب، سيئة الصيت كما يقول العراقيون، والتي يقبع بسببها اليوم آلاف من الأبرياء في سجون تفتقر للإنسانية والرحمة، يحشرون فيها فوق بعضهم البعض بغض النظر عن الطاقة الاستيعابية للمكان، ويواجهون ظروفا قاسية من حرمان التمثيل القانوني ومنع مقابلة ذويهم، محاربتهم نفسيا، تعذيبهم جسديا، حرمانهم من العلاج اللازم وابتزاز ذويهم، بل وسرقة الأموال التي يرسلوها لهم عن طريق ذويهم. مشاهدينا الكرام، هناك الكثير من الانتهاكات التي لا تمت للقانون ولا للعدالة بصلة في المعتقلات العراقية. دعونا الآن مشاهدينا نتابع هذا التقرير الانفوغرافيك الذي يبين بعض الحقائق المتعلقة بواقع المعتقلين والقانون في العراق، لنشاهد. مشاهدينا الكرام، نتابع الآن مقابلات لذوي معتقلين يطالبون بالعفو العام عن أبنائهم في سجون الحكومة، لنشاهد. السلام عليكم، أطالب بالعفو العام لأن ابني بريء، ابني عسكري بالدفاع، شال كروة وابتله وسووا 4 إرهاب وخطف ابني، لا بيها ولا عليها، وطيت فصل أريد أخلص ابني، ليش أطل المحامي؟ المحامي آخر فقرة سويته أكل فلوسي وانهزم. فابني طيت فصل، بعت بيتي، ظليت اني بعد البيوت ببيت خواتي وما عندي، رجلي توفى صار 6 سنين ما شايف ابني، توفى من القهر، يسووا له عمليه يم بطنه وما نعرف شنو هي، وسمع خبر رجلي وتوفى، ناشد وزير العدل وناشد الكاظمي وتوفى زوجي، واخوه سكته قلبيه، وبنتي تفجير هي وجهالها، ما ظل لي احد، اني ترضاها ضميركم ترضوها؟ يعني كان شهيد الواحد يتقدر، هسه انا 5 واخوتي 2،
اخوتي اثنين وبس هالواحد بالسجن وبيسل وتدرن، ما حد يعالج، بيسل وتدرن من ناصرية، وجبت لي الكفل وزيارته كل 3 أشهر 4 وحالته يرتئ لها، مريض وين اروح؟ بس هذا بقالي من يدفني، بس هذا عندي، ما عندي احد بعد، كلهم راحوا بالنجف، بقالي بس هذا ابني اللي هو بالدفاع وشال كروه وابتلى وسوى دعوته 4 إرهاب خطف. نطالب بالعفو العام، نطالب بالعفو العام، مطلب شعبي العفو العام مثل باقي الدول، حالنا حال الدول، لا نترجى احد ولا نترجى، هذا من حق الشعب، العفو العام من حق الشعب، مو بس لهم العفو، مو بس للسياسيين، مو بس لابو الحلة بالمخدرات، مو بس الناس وناس، مو اللي عنده ظهر يطلع، مو اللي ما عنده ظهر فقير يعوفوه، نطالب بالعفو العام، مطلب شعبي. اكل ما عندي، ابى الاخبز والله يا ابى هاي الدجاج اغسلها واشرها والبسها، والله ما تدرون احنا ايش متراقين، والله ما متراقة، والله ما متراقين، والله يا سيدي ما متراقين، برحمتك الله يرحم اهلك ان شاء الله يعني سعودك، ما هو علينا يا يمه، ما هو علينا، والله بريء، والله بريء، طفل بريء، قالوا له وقع طلعك وهاي صارت من سنين يا يمه، يعني بعد امك يا يمه، وين نروح؟ انت صار الناس قد نطالب بالعفو، ليش؟ ليش صار الناس قد نطالب بالعفو؟ ما حد يوصلها يمه، يمك والله ناشدتك يمه، والله قاعده اجار، والله عندي ما عندي مرضى تخلف عقلي، والله ابوهم بالعربانه، والله ابوهم بالعربانه، وعندي مسجون يريد له، وينك يابا؟ وغيرتك بناموسك. اناشد الرئيس الامريكي جوزيف بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ومجلس الامن وهيئه الامم المتحده والمنظمات الانسانيه ومحكمه العدل الدوليه وجامعه الدول العربيه ومجلس التعاون الخليجي ورؤساء الدول العربيه، اناشدهم بانه يضغطون على الحكومه العراقيه باصدار قانون العفو العام عن كافه السجناء والموقوفين والمحتجزين والمغيبين، لانه اكثرهم مظلومين وتحت طائله 1/4 إرهاب سيئه السيط، وان الحكومه العراقيه تصدر هذا القانون قريبا وبدون شرط وقيد. وكذلك بالنسبه للسجون، يعني اكو سلبيات بالاحرى كثيره داخل السجون، يبتزون السجناء يعني بالاموال، زين يعني بهالحاله تعال مثلا جيب هالقد مال، هالقد نقود، هالقد مبلغ من المال، زين احنا ما عندنا، يعني ناس اغلبنا فقراء، منين نجيب هالفلوس؟ يوميا طالبين شكل. انظلموا، فدوا اروح لكم. انا هسه ما عندي بس هو، واريد العفو العام. مروتكم اهل المروه ترى كلاهم المرض وكلاهم الضيم وشبعوا ضيم ومريضين كلش رايه، واحنا ما عندنا، واحنا ما عندنا، وانا ما عندي بس هو، على الله وعليكم مروتكم اهل الرحمه ارحموهم خطيه، شنو ذنبهم؟ شنو ذنبهم؟ حسره عليهم ياكلون، المرض واليهم، حسره عليهم جوعانين خطيه، اريد العفو العام. السلام عليكم، اول شيء اطلب من الساده المسؤولين اصحاب القرار ان يرحمون المسجون او كل السجناء عفو عام مثل بقيه الدول، اسوه بالدول المجاوره، وهذا شعبكم، ونطلب منكم واحنا اهلكم، وانتم اهلنا، وانتم رعاه للشعب، كل مسؤول هو يعتبر راعي، وكل راعي مسؤول عن رعيته، وهذا شيء يدل على احترامنا لشعبنا وحكومتنا. ارجو منكم العفو، ارجو منكم العفو، لانه ناس وباء ومرض، وناس ما تملك الاجرة، وناس طريق بعيد وتعبت وحار وجوع، وناس متهجره، وهذا شعبكم، اذا ما ترحموا بهالوقت هذا شو وقت ترحموا؟ يعني ننتظر غير ناس تجي تحكم ترحمنا؟ ماكو شيء. فارجو منكم الرحمه لهذا السجين وهذا المواطن وهاي الناس الفقراء، والناس اكثرها ايجار واكثرها ما عندها كراوي، والناس ما عندها حاره بقوتها اليومي، والنسوان اتطلقت، والجهال قاعده من المدارس وتقدم الترافيك لايتات
والله شنو يا بنتي ابوي مسجون، والله شنو يا بنتي ابوي مسجون، ابوي اربع ارهاب. اما مساله هاي الاربع ارهاب اشوري خابر لوحده بالتليفون اربع ارهاب، النايم بالجامع اربع ارهاب، اللي يمشي بالشارع اربع ارهاب. هاي كارثه مثل قبل، سبوا الرئيس اعدموه، سب الحزب اعدموه، هسه لا اربع ارهاب. هاي شيلوها الفقره وكيفوا شعبكم وسووا مصالحه وطنيه وخلي الشعب يفرح في اليوم، لانه ما شفنا حرب قتال سجون مشاكل. يعني فرحوا شعبكم في اليوم مثل بقيه الدول، السعوديه، الكويت، الاردن، دول قطر وما قطر. الارهاب دمرت العالم. الارهاب شنو هو الارهاب؟ الارهاب يعني اللي يفجر له سياره مثلا على بسوق، لكن مو بخابر له وحده اربع ارهاب، ساب فلان اربع ارهاب. هاي الغوها الفقره دمرت العالم. السلام عليكم. اني المواطنه عندي سجين بالناصريه بس ما اريد اجيب اسمه. انا فاقده واحد مسجون واربعه قتلولي، زوجي وابني العريس وابني الكبير وابن ابني. صار لي ثلاث اشهر جتني المواجهه، اريد اقوم اروح علي اقول لازم تصحين عند البرلماني يلا سوي المواجهه خاصه. زين هاي المواجهه لما تصير عندي غير انا من يصير عندي فلوس اروح اشوف ابني باي وقت اللي اريد اروح عليه؟ لو هم الا تجيني بعد سنه يلا اشوف ابني، والله متى ثاني؟ هسه ما ادري ابني ميت عديل ها؟ هو اسمه رائد موسى سعدون مطلق الشمري وحافظ قران بست ساعات، وانتم لا صادقين بخولكم، طبوا للسجونه، ميزوا الصحيح من الخطا، غير تطلعون الناس الطيبين. والله يا وليدي كل حكم باطل، الله شاهد باطل وظلم، والله اللي تشوفهم ذولا هذا شهيد، هذا شهيد بالناس منتسب واستشهد، وهذولا والله العظيم يقولوا لي انطينا كل واحد دفتر من طلعهم، هم كل شيء ما عندهم، كل واحد دفتر. زين منين اجيب اني؟ وانا قاعده ببيوت العالم والمقواطم عايشه بنات عدي تامه. يعني ما يصير، يريد من مصطفى الكاظمي مقتدى صدور احنا خواتكم يعجبكم، احنا بالشوارع واقفين ونصيع على ولدنا. نريد عفو العام، تبييض السجون، ما عندنا يعني الواحد ما عنده منين يجيب. يعني انساني محرومه من شوفتهم، لا مقابله لا مخابره، ما عندي دا اروح لهم، ما عندي. انا المقواطي دا عيش بناتي تامه برقبتي وقاعده ببيوت العالم، ما يصير يرضيكم هذا الحكي. يعني احنا هم خواتكم وعرضكم. مشاهدينا الكرام، نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم. طبعا قبل البدء باستقبال اتصالات ننوه أن أسئلة حلقتنا لهذا الأسبوع من ضمن الأسئلة طبعا التي تطرح سيعرض الآن على الشاشة أمام حضراتكم، تعرض هذه الأسئلة وبإمكانكم المشاركة للإجابة عن ما ترغبون أو تودون من الأسئلة أن تجيبوا عليها. وهناك طبعا يعني النقاط أخرى ستطرح أثناء هذه الحلقة. نبدأ مع السيدة أم عامر من مدينة الموصل، تفضل يا أم عامر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أم المعتقل عامر مسجون بسجن الحلة. وعامر ابني مريض كان بسجن التاجي، وبعدين سفروا للحلة. وواحد موجود عندي بالمطار وبتدرن، هسه باعت شيء للتدرن يعني بالحله، واجهت يوم 21 ولحد الان ما اعرف عنه. سيده ام عامر، التهمه اللي موجهه الى ابنك شنو بالضبط؟ هيك هم اربع ارهاب، هاي الموصل كلها من راس اليساك اربع ارهاب. شنو هاي التهمه؟ هم النواب جابوا داعش وطببوه على الموصل. اللي تسقط الموصل صحت امرتهم. وين داعش؟ هو منو لزموه وحطوه بالسجن داعش؟ الدواعش كلها هربوها. هل تم عرض ابنك على محاكمه عادله واخذ حقه القانوني بشكل صحيح؟ اقصد من ناحيه التمثيل القانوني، يعني اكو محامي، اكو محكمه، لو شلون تمت محاكمته بهذه التهمه؟ قبل اخذوه لبغداد وحاكموه ببغداد، وبالعلم عندي كتاب من استخبارات مكافحة إرهاب نينوي لديه تأشيرة في قاعدة البيانات، والكتاب موجود عندي بالبيت. نعم. حكم باطل، اللي ينحكم ببغداد باطل، واللي ينحكم بالموصل باطل. شنو 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 الأدلة والإثباتات اللي مسكوها علي أو اللي كانت موجودة بالقضية تأكد أنه هو
متهم بهذه المادة أو متورط بالإرهاب؟ أبد ماكو، أبد أي تهمة، أي قرص فيديو أم تصريح أم شاهد، كل شيء ما هي التهمة مالته باطل. والثاني أخذوه تشابه أثناء وانحكموا ببغداد على تشابه قيادي، وهو كذب، لا قيادي ماخذينه ولا مجرد دعاوي كيدية. هل اكو تمثيل قانوني لابنك او الولدك يا ام عامر؟ يعني هل كان اكو محامي بالمحكمه موجود مع ابنك قدر ينفي هذه الاتهامات الموجهه له؟ لا ماكو. ليش؟ حتى من حكمهم ما ندري بالحكم مالهم، الا خابرونا رحنا واجهنا وخابروا وقالوا انحكمنا هالجد 20 و15. نعم. يا تاريخ، حتى صدام حسين ما حكم شعبه هذا الحكم. ليش ماكو عفو عام يصدر من الحكومه برايك يا ام عامر على المتهمين بالباطل اللي هم الصقت بهم تهم بلا دليل وبسبب تشابه الاسماء او وشايه كيديه او غيرها؟ ليش ماكو عفو عام برايك؟ ماكو، هي بيد النواب مو المواطن. النائب هي اذا تريد تنطي عفو عام ولا ما تنطي. هو المواطن صاير ضحيه للحكومه العراقيه. وخاصه الفقير اللي عنده فلوس الدوله تدور له، واللي ما عنده فلوس والله ما في البشر. نعم. شكرا يا سيده ام عامر من مدينه الموصل. يعني استمعتم مشاهدينا الكرام الى حديث هذه السيده. ما ذكرته السيدة أم عامر هو أكدته كثير من التقارير الدولية، إن كانت خرجت من الأمم المتحدة أو من منظمات قانونية حقوقية، أكدت أن المحاكمات التي تتم في العراق محاكمات جائرة غير قانونية، لا تستند إلى أرضية أو قاعدة قانونية من أجل التعامل مع المعتقل أو مع المتهم. لا يوجد تمثيل قانوني لمن يعتقلون وفق المادة 4 إرهاب، أو من يأتون بسبب تهم تتعلق بالإرهاب. ماكو تمثيل قانوني، كثير من المحاكمات تتم بعجالة، باستعجال، محاكمات سريعة، ويحكم على المعتقل أو المتهم بمؤبد إعدام وما إلى ذلك من هذه الأحكام، لكن لا يوجد تمثيل قانوني، لا توجد أرضية قانونية. كيف يمكن إذن أن تصادق هذه المحاكم على هذه الأحكام، وأن يوافق رئيس الجمهورية على التوقيع على أحكام الإعدام الصادرة ضد كثير من المعتقلين، إن كانت هناك شكوك بنزاهة القضاء دوليا؟ أنا لا أتحدث محليا، الأمم المتحدة تطعن بنزاهة ومصداقية القضاء في العراق، المنظمات الحقوقية أكدت في كثير من الأحيان أن القضاء في العراق قضاء مسيس، قضاء فاسد، بل حتى هذه الأحزاب تعترف بأن القضاء في العراق قضاء مسيس وفاسد. هادي العامري أحد زعماء الميليشيات في العراق والأحزاب الموجودة أكد أنهم الأحزاب يضغطون على القضاء، على القضاة، يبتزونهم، يشترون ذممهم، ويضغطون عليهم في سبيل قلب الحق باطل والباطل حق. بل حتى الأزمة الأخيرة، أزمة الصراع السياسي الحالية الموجودة في العراق، كل جهة يصدر قرار من المحكمة الاتحادية أو أي محكمة موجودة في العراق مرتبطة بهذه القضايا، يخرج الطرف الآخر يعني يضرب في هذه القرارات، يضرب في المحكمة، يضرب في القانون. إذن الجميع يعلم في العراق أن القضاء مسيس فاسد، وأن المحاكمات محاكمات غير قانونية لأنها لا تستند إلى قواعد حقيقية من القانون ومن الأعراف الدولية ومن حقوق الإنسان، بل تنتزع كثير من الاعترافات تحت التعذيب، ويعلم القاضي بهذا الموضوع لكن لا يتخذ إجراء قانوني تجاه هذه الاعترافات الغير قانونية. معنا اتصال. السيدة أم شهاب من بغداد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك أم شهاب وياك يا رب. نعم، بس علوا لي صوت أم شهاب لأن ما أدري أسمع زين. نعم. تفضلي يا سيدة أم شهاب. أم شهاب. الو تفضلي اسمعك. الو نعم. عيوني انا ام شهاب من بغداد. نعم. انا عندي 4 شهداء. اسمعني يوم وياك تفضلي. وعندي واحد مغير محفوظ. وعندي ولد المحتقل ومره معوقه، وعندي ايتام.
كم واحد عندك مغيب ومعتقل يا ام شهاب؟ كم شخص؟ نعم، كم واحد عندك مغيب ومعتقل؟ عندي واحد مغيب اي، وثلاثة راحوا للسجن وهم شهداء الله يرحمهم. نعم، واحد معتقل. معتقل، نعم. واني مره معوقه مقعدة الكرسي، الله يكرمك. هو هذا اللي عندي معتقل وهاي الايتام سايحه. لك الله ومان الله، ما لنا بس رحمه الله. معتقل بشنو التهمه؟ شنو التهمه اللي اعتقلوا بها او على مودها؟ والله هي هاي اربع انخاب. نعم. انتم من يا منطقه او نازحين من المحافظات اللي صارت بها عمليات عسكريه لو منين؟ لو من محافظات ثانيه؟ لا والله يا عيني، احنا من بغداد، من منطقه المداعي. نعم. ما راح انت علي باطل بالقران، لا تعرضه ولا ابد. نعم. ليش اخذوه بهذه التهمه؟ ليش اعتقلوه واتهم باربع ارهاب؟ يا يما غير من التعذيب. يا يما مو حتى قايلين نجيب عرضه، نجيب عرضه كذا ما تحترون. نعم. وحتى خصمه مكسور وراسه يا عيني. غير من التعذيب يا يابا. سيدة أم شهاب، سؤال، يعني ابنك اعتقلوه بسبب وشاية؟ بسبب أحد عنده مشكلة ويا أحد؟ لو ماشي بالشارع واعتقلوه؟ لا والله. شلون صار الاعتقال؟ هو من كثر خطايا نحترف، على كل الناس نحترف، حتى قايلان في ثالث أخويا. نعم. وكل اللي تجدت عنه عنده سبعة سنازل، إلا هاي المرة المقطع الله. تقول تعالوا نقول فلوس واروح اتنازل، واحنا حالتنا تعبانه. نعم. من عام 2015. ليش يعني مليون. ليش هاي السيده من عام 2006. نعم، ليش هاي السيده راحت واشتكت بهاي الطريقه على ابنك؟ يعني المشاكل، هل هي مشاكل عائليه؟ يا امي والله هي مو بس على هواي مشتكيه، وعلى هوايه والله يا امي. هو خطيه والله العظيم انك الله يسعد. نعم. والله هذا مختار حياته، لا تتصل بتحاسينا القضاء، اهل القوه، مصطفى الكاظمي، يدزون على المراه، الله اكبر، والله ساعين واني محققه وقاعده على الكرسي. ابنك الثاني مغيب، تعرفين يعني تعرفين مكانه لو المغيب؟ يعني انخطف عام 2014 وعنده ثلاث بنيات. نعم. اي والله من بغداد الخطف. تعرفون منو اللي خطفه؟ عندكم علم؟ والله يا يما هذا المخطوط صار لسه طويله. والله يا يما هو راح فطار وخذوه فرقه 17 وكان اطلاق صراحه يعني كان فيها صراحة ما عنده شيء، كان يما قدم حسن. طيب. فرقة 17، كان فيها صراحة ومسافة ما توصل 600 متر، ما ادري والنابل سموا عليه كيف الفادورة دون أرقام. اي والله يا يما. 600 متر عن الفرقة 17؟ اي 500 متر. 500 متر عن فرقة عسكرية وما قدروا يحموه؟ ايوه خذوه، هو من ناس تم ثلاث صراحه من فرقه 17. نعم نعم. ايه. طيب. سيده ام شهاب، انا اشكر حضرتك وان شاء الله صوتك وصل. انا بس اريد شباب تعلوا لي الصوت لين ما اسمع بشكل واضح. يعني شخص تم اطلاق صراحه من مكان حكومي من قبل قوة امنيه بعد بعد 500 متر عن مكان اطلاق السراح، تجي سيارات بدون ارقام تاخذه تشيله وتاخذه. طيب هاي القوى العسكريه او الشرطه اللي موجوده او القوى الامنيه الموجوده شنو دورها في حمايه الناس؟ ليش ما لاحقت هذه الجهه؟ يعني معقوله ما عندهم تغطيه ل 500 متر محيط؟ يعني هم شنو من اطلقوا سراحه خلاص سدوا الباب وما يشوفون اللي موجود بالشارع؟ شلون شخص يتم خطفه بهذه المسافه البسيطه 500 متر عن نقطة أمنية موجودة أو مركز أمني موجود وما ماكو حركة لإنقاذه أو إطلاق سراحه من هؤلاء الذين قاموا بخطفه؟
سيد عبد الرزاق من بابل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد اسال الله ان يكربك كل وكل مهموم، واسال الله ان يفك كربه العراقيين. استاذ محمد، بالنسبه للخطاف والاعتقال، نعم، هذا بعيدا عن السلطه اللي حكمت البلد. احنا للاسف الشديد ما عندنا قانون. نعم. يعني اليوم انا اشبه لك البلد مالتنا، يعني مع احترام لهذا البلد اسميه بلد العميان، يعني ما عندنا قانون اللي ينصف المظلوم. يعني هاي العوائل اللي اختطفوا ابنائهم او اللي اعتقلوا اولادهم، نعم، المفروض يعيدون التحقيق، لان هواي اكو ناس ابرياء. يعني لما مو بالسجن وما حد يسال عنه، هذا مو دوله، هذه اصبحت شريعه غار. نعم. المفروض يعني يعيدون التحقيق ويعرفون من هو المتهم، من هو البريء، حتى لا تبقى يعني الالم بيه. يعني اختصرنا احنا كنا العراقيين، عندهم هذول منين؟ الانسان اخطا، مهما تقول الانسان هو يخطا، هو خطاء طبعا. نعطيه مجال، اعطى عفو، والتقييد القانون هو اللي ياخذ مجرى. اما الناس اللي خطا، يعني من سيد عبد الرزاق، من نتكلم عن القانون، يعني أنا القانون سيد عبد الرزاق، تسمعني؟ تفضل سيد، تسمعني؟ اسمعك تفضل سيد محمد. القانون في العراق اليوم، لما نتكلم عن القانون وعن الماده 4 ارهاب اللي ادت الى تكديس السجون والمعتقلات بالابرياء، نشوفها ما تطبق على اللي يحملون سلاح خارج اطار القانون، اللي هم الميليشيات، اللي هم موجودين يوميا يهددون بحرق العراق، يطلقون صواريخ على محيط المنطقه الخضراء توقع براس الابرياء المدنيين، يقصفون اربيل وما اربيل، يخطفون الناس ويعتقلون ويقتلون طبعا المتظاهرين وغيرها من هذه الانتهاكات. ليش هاي الافعال ما تصنف 4 ارهاب؟ ليش 4 ارهاب تصنف على اللي تشتكي عليه مريه، اللي جيرانه عنده مشكله وياه يروح يشتكي عليه ويدفع فلوس للضابط، تصير 4 ارهاب؟ تصير 4 ارهاب على اللي تهجولوا بسبب الحكومه وسياساتها وقصف مدنهم ودمرت مدنهم، ذولا ارهاب. بينما الميليشيات يصفهم الكاظمي وبرهم صالح بخروقات لا مقبوله، بافعال جبانه. يعني شنو افعال جبانه؟ ليش قصف المدن وارهاب المدنيين مو ارهاب؟ ليش هاي مو ارهاب واللي يتم القاء القبض عليهم يطلعون؟ لان عندهم حصانه، لان عندهم احزاب واقفه وراهم، لان عندهم ميليشيات تقتحم مراكز الشرطه وتطلعهم، ذولا مو ارهاب؟ اكيد يا استاذ محمد، هو هذا الثاني. يعني انا اتذكر وزير الدفاع ميليشيات ضربت احد الاماكن ببغداد، يقول هذا شو اسمه نشفه او يعني هيك التعبير هذا. يعني لانه ما عندنا عداله استاذ محمد. انا والله يا استاذ محمد انا اشوف اذا كان عندنا دوله، لكن للاسف الشديد يعني احنا ننطق الكلمه مالتنا وننطق نداءنا عسى ولا عاد. يعني اتمنى اكون يعاق بالتحقيق بالمغيبين بالمهجرين. يعني انا حتى انا الرئيس السابق، يعني شنو الغريبه اذا كان الرئيس اخطا مو غريب عائله الرئيس هاي وهذه هذه احنا تهمنا احنا كمصريين عراقيين. ليش عائله الرئيس العراقي مجهوله؟ يعني بعيدا عن هذه النقطه انا بس اريد اسال بجزئيه تتعلق بالعفو العام. اليوم اكو مطالبات على نطاق واسع من العراقيين ذوي المعتقلين وغير المعتقلين، ناس تقول ليش ماكو عفو عام؟ يعني احنا ليش نشوف انه رئيس الوزراء يوصي رئيس الجمهورية بأن يفرج عن تاجر المخدرات ابن محافظ النجف السابق لؤي الياسري وهو مضبوط؟ يعني مو بس ممسوك بالأدلة، بالعكس يعني الناس يأكدون أنه هو تاجر مخدرات، شهود، أسلحة وبطاقات هويات مزيفة وكميات كبيرة من المخدرات، طلع عفو خاص. فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى يقول أفرجنا عن اللي المتهمين بقضايا الفساد، كل من متهم بقضايا فساد من الكبار انا احكي طلعوه عفو خاص. طيب وليش دول ما يطلعون بعفو عام؟
ليش العفو العام ما يطبق؟ استاذ محمد، لانه ما يطبق. الحكومه العراقيه ما تملك الاراده. قرارها مو بيها. انت الثوار تشرين اللي الحكومه وعلى راسها الكاظمي اللي يعني دار اكشف عن القتله. واليوم هذا اذا احنا ما عندنا حكومه تدافع عن العراقيين. الامر يعني يجي الحكومه من خارج صار هاي من الشخص هي اللي قاعد تعيد البلد الفساد والدمار. يعني احنا ما عندنا حكومه اللي يعني السيطرة على البلد، لا عندنا قانون يضبط هاي الاوضاع اللي مفلته. هذا اللي احنا يعني نعيشه، يعني نعيش زمن الميليشيات وقتها قبل. نعم، شكرا سيد عبد الرزاق، وصلت الفكره. كنت معنا من بابل، ويانا السيده ام حيدر من السليمانيه. تفضلي يا ام حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا من السليمانيه ام حيدر. نعم. اشكر قناه المقرره، والله احلى خطيه اني كنت مثلو بالسيطره مع خالقين، والله العظيم حتى والله العظيم كرسي ما ادري هو من الشاجر وياهم، ما ادري يا خاصه بالسجن مال معقوبه ست سنوات حكموا عليه. شنو التهمه؟ شنو التهمه يا ام حيدر؟ والله تهمه كيديه، قالوا حيدر انت هو ما ادري كاتم على حيدر، كاتم على ابوه، هو هواي يحب واحد ما يقبل يكتم على ابوه. هذول ما ادري اتحادية شنو، والله اخذوا للمعقوبة هسه. والله بعد شنو اقول لك يا اخي، يعني التهمة يعني ام حيدر يعني متهمي بالارهاب لو شنو التهمة مالته؟ والله مو ارهاب، شنو ارهاب، والله متاجر وياهم مشاجر. يقول انت يعني ما ادري ليش حاجه علينا. من عرض على قاضي بطريقه قانونيه، اكو محامي وقاضي وشهود وادله؟ القاضي هم اخذناها محامي. شلون؟ السنه ما افتهم شيء، ما افتهم شيء يا ام حيدر، ما اعرف. انا سالت حضرتك، عرضوه على قاضي؟ جابوا شهود؟ اي والله كان اكو شهود بالموضوع؟ قال هو حيدر قال يمكن والله ما ادري الله يكون بعونكم يا سيده ام حيدر. والله يمه الله يكون بعونكم. انا اشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركه. نتمنى ان شاء الله صوتك يوصل. اذا كان الموضوع يعني انه ابنك مظلوم بهذه القضيه، فنتمنى لكل مظلوم ولكل بريء ان ياخذ حقه بشكل صحيح من هذا البلد، وان يخرج طبعا براءه، ويخرج سواء بعفو عام أو يخرج بسبب إثبات براءته. المختصر مشاهدينا أنه اليوم العراق بلا قانون، بلا قانون. المؤسسة القضائية في العراق وصفتها الأمم المتحدة بأنها فاسدة وفاشلة، ووصفت بكثير من الأوصاف المتعلقة بالفشل بأنها خاضعة مسيسة تخضع إلى إرادات الأحزاب والكتل الموجودة في العراق والحكومات والشخصيات والميليشيات. اليوم في العراق لا يوجد قانون، وبالتالي السؤال هو كيف توافق حكومة بغداد رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية بالمصادقة على أحكام الإعدام التي تخرج من هذه المؤسسات القضائية وهي مشكوك بنزاهتها. لا يوجد محاكمات عادلة، أو لا توجد محاكمات عادلة، لا يوجد تمثيل قانوني للمعتقل، لا توجد ظروف قانونية للمعتقلين، لا يواجهون ذويهم ويتعرضون لابتزاز مستمر ومتاجرة بقضاياهم. وسالفة التشابه الأسماء أصبحت تدر الذهب على الضباط والمسؤولين والشخصيات الحكومية المستفادين من هذا الموضوع. تشابه الأسماء يعني أنت ثروة، أنت أهلك لازم يدفعون في سبيل أنه تطلع، لازم يكون أكو ابتزاز، لازم يكون أكو دفاتر، عشرات الآلاف من الدولارات تدفع في سبيل أنه تمحى تهمة أربعة إرهاب. تخيلوا أربعة إرهاب، هذه التهمة الخطيرة بالعراق ممكن تحذف إذا تم دفع مبلغ من المال إلى الجهة التي اعتقلت هذا الشخص بسبب تشابه أسماء أو وشاية. معنا اتصال. السيد علاء من النجف، تفضل.
هلا. السلام عليكم استاذنا. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم عرضونا الاسئله يا شباب. تفضل يا علاء. استاذنا احنا من النجف استاذنا. نعم. والله قاعد نجي السجن مال الكاظميه مال العداله. نعم. استاذنا قاعد نوقف بالباب، لاكو تقدير، لاكو احترام، قاعد احد كفيلك الله بالسحر وما يديرون بال لاي واحد بالمواجهه قاعد نجي. نعم. وثاني شيء استاذنا الملابس تجيب لي تجيب لك ملابس السجين غير عندك سجين تجيب له ملابس. نعم. يعني ما حد بينما بينه انا سنتين وسبع هو والدي بالسجن هسه بالكاظمي سنتين وسبع سجن. نعم. يعني لو لا ما طلعونا كفيلك الله. سيد علاء بغض النظر اذا كان اذا كان المعتقل هو مذنب ام بريء. نعم. لكن السؤال هو ليش ما توفر هذه الحكومه شروط قانونيه وانسانيه بالتعامل مع المعتقلين؟ يعني لا مسموح يقابلون ذويهم مثل ما تتفضل، عمليه اذلال لذوي المعتقلين واهانه. نعم. واحيانا سجون المعتقلات ما تقبل يطب بس النساء، يعني الرجال ممنوع يدخلون. طيب غير انه الادويه اللي ترسل لهم تسرق، الفلوس اللي ترسل لهم تسرق، طيب ليش ماكو رقابه من وزاره العدل على السجون وعلى الاصلاحيات؟ يعني ليش الموضوع متروك بهذه الطريقه؟ استاذنا ولا اقاطعك انا. استاذنا احنا قبل شهر رمضان اطوا 571 اسم، ليش اطوا 571 اسم؟ ارد احكي كل الناس تسمع. عفو خاص 571 اسم وهاي الوادم كلهم خليها بالسجون الابرياء. انا عندي تنازل استاذ، عندي تنازل. نعم. طلابه عشائريه وفاصل 150 مليون. ليش ما يطلعون موايده 60 رجال كبير؟ نعم. يعني الناشد من السيد الكاظمي من رئاسة الجمهورية خلي يباعون بس الناس مظلومين كفيلك الله بالعراق. سيد يعني سيد علاء يعني انت بس سؤال، حضرتك حاصل على على تنازل عن القضية. نعم. ودافع 150 مليون مثل ما تقول، شنو السبب اللي هم بعدهم ماسكين ب والدك او اخوك بالمعتقل بعده؟ ولو قاطعك انا سنتين وسبع اشهر بالنجف ملجون. نعم. طلع يعني لو ما يقول والدي انا قتلت صار يعني بالاشتباه القتل، بالله العظيم ما قاتلين وصار بالاشتباه ومن ما قدر شال الدعوه مكان طلعنا. نعم. ودفعنا الفصل استاذنا بس يريد نخلص رواحتنا استاذ الدور تجي استاذنا للكاظميه ما حد يحترمك ولا واحد بالباب يحترمك بشر. نعم. يعني وين تروح وين توجهونا استاذنا يعني؟ نعم. شكرا سيد علاء من النجف، انا اشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركه. مهم جدا ان نسمع اراء ذوي المعتقلين مشاهدينا الكرام او كل من شهد على حاله اعتقال او زياره سجن او سمع من احد المعتقلين ظروف او الظروف اللي يمرون بها داخل هذه السجون والمعتقلات. ضروري جدا انه تشاركون وتبدون ارائكم. انتم تتظاهرون، تطلعون بالشوارع تتظاهرون وترسلون في مواقع التواصل الاجتماعي رسائلكم، هذه منصة وهي فرصة، شارك عبر بها عن رأيك ووصل رسالتك من خلال أرقامنا الموجودة. إذا أنت تريد نافذة لإيصال صوتك فهذا وقت مناسب للمشاركة. أم أمير من بغداد تفضلي. السلام عليكم أستاذنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أستاذ أنا أخوي نسيت الظلم، يعني حتى بجامعة أم الطبول بالمظاهرات أنا قابلت الأستاذ رئيس الوقت السني. نعم. هم قابلته. يعني ظلم السجون بالعراق يعني اتحدى اي سجين، ورغم هاي كل العنف والظلم اساءة يعني الحرس للسجون، وفوق هذا كل لا دواء يفوت لا ملابس تفوت، اهانه ضرب مذله هاي للمسجون، واحنا العوائد هسه يعني احنا بسجن التاجي حتى حسوا خلوا من تفوت الناس يعني بحيث من تمشي ما تقدر يعني تمشي من جوا. وهو سجن قضيته تسكيب الحكم 20 سنه بدون ما يدري شنو من التعذيب، قال له وقع هيك. شنو التهمه اللي حكموا بها؟ شنو التهمه؟ تسكيب فلوس على طريق العماره. تهريب فلوس؟ تسليب سرقه. نعم السرقة، فانحكم 20 سنة. كل شهر أصابه
بقى مسجون 6 سنين ولا 3 سنين كم شو العصابة الصحيحة يعني الباقة هي الفلوس. اي. واخوي هسه ما خلينا محامي ما قاضي الحمد لله والشكر الدنيا خير. اجانا قاضي هسه ابن حلال هسه صار له 15 يوم يلا ثبت براءته. هسه؟ هسه يلا صار له قد معتقل ابنكم؟ 6 سنوات. 6 سنوات صار له معتقل، ونمسكت المسكت الجهه اللي فعلا كانت تتسلب الفلوس؟ اي انكم شو قبل 3 سنوات يعني قبل 3 سنوات هو 3 اي والله يا استاذنا. نعم. اليوم اجاكم قاضي ابن حلال شاف الموضوع وحقق أيوة. به ودقق أيوة. به وطاكم براءه؟ اي أيوة والله جلست 3 مرات قال الا اقراها زين 3 مرات اجلها بنهايه شهر رمضان. نعم. يعني ورا العيد بيومين يلا انحكم قال قضيته براءه هذا الولد ليش بيها السبب هم 3 خطيه. ايش وقت الافراج قال لكم؟ الافراج يوم 28 شهر. ان شاء الله يا رب يتم الموضوع. انا يعني اتمنى لك سيده ام امير انه تلتقين بابنك وتنتهي هاي الازمه ان شاء الله باذن الله رغم المعاناه ورغم هذا الظلم، لكن خبر سعيد انه يعني حصل على براءه وان شاء الله يتم الموضوع بافراج حقيقي. شكرا جزيلا سيده ام امير من بغداد. يعني لو خليت قلبت اكيد، ولا بد انه اكو الشرفاء الوطنيين داخل العراق بشكل عام في المؤسسات الحكوميه في المؤسسات الخاصه، لكن انه يعني 6 سنوات محكوم ظلم، بعد 3 سنوات تم القاء القبض على العصابه المسؤوله عن المشكله الحقيقيه اللي ادت الى هذا الشخص انه يدخل الى السجن. 3 سنوات هو قاعد بالسجن ظلم، الى ان جاء قاضي قرر انه هو يحقق بالموضوع بشكل حقيقي وطلعه. لعد لو كان هناك قضاة على مستوى اوسع من القضاة النزيهين الشرفاء المستقلين وحققوا بكل القضايا الموجودة، كم بريء سيخرج من السجون والمعتقلات في العراق؟ أبو خطاب من الأنبار، تفضل يا أبو خطاب. ليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو محمد خطاب. مو؟ وياك، نعم، تفضل. أستاذ محمد. وياك محمد، تفضل. شلونك أستاذ محمد؟ الله يحفظك أبو خطاب، أهلا وسهلا. الموضوع شنو مال المعتقلين؟ نعم. أنا ما كنت موجود على نعم، فيه. نعم، أنا المعتقلين. اي استاذ محمد عندي اخواني 3. نعم. ولد اخواني 2 وابن اخوي 3. نعم. مرات مدى 4 مرات خابرتك يعني على هذا الموضوع. صحيح. اخذوهم من التاجي واللي اخذوهم من الشارع وماكو اي من 2016. نعم. شهر 12/2016. وعندي 6 اخوه ولد اخوتي اخذوهم هم من البيوت يجون علي يكرشونه كرشه وياخذونه. ونحكمه 1/2 اعدام و2 مؤبد. نعم. و2 بعدهم لحد الان صار لهم يعني من عندهم 5 سنين ومن عندهم 6 سنين. ذكرني بالتهم اللي السقوها بهم شنو هي؟ اي نعم. شنو هي التهم؟ ذكرني يا ابو خطاب. ماكو والله تهم. شنو يجي ياخذونه 4 ارهاب يجي ياخذونه 4 ارهاب. يعني بس خلينا نتكلم لان هو بالنهايه الموضوع هم كانوا متورطين بشكل او باخر عندهم علاقه بموضوع الارهاب او التنظيمات. لا ما متورطين لا بتنظيمات ولا شيء. طيب. غير المفروض بس لحظه سيد ابو خطاب، غير المفروض تكون اكو محاكمه اكو ادله واثباتات وشهود شو نعم اي محاكمة استاذ محمد، محاكمة بدون يحاكمون امان الا يخابرنا يقول انحكمت واني بالسماء بالناصرية ما ندري شلون انحكم وعليش وما حد يعلم. وماكو محامي مسك القضية ودقق بها؟ والله حطينا محامينا شلتنا المحامين يكذبون علينا وشلتنا المحامين. نعم. سيد ابو خطاب دايحين قاعدين. نعم. سيد ابو خطاب انا اشكر حضرتك واتمنى ان شاء الله باذن الله صوتك يكون ضمن الاصوات اللي تاكد حجم الانتهاكات الموجوده في العراق قضائيا اولا وداخل السجون والمعتقلات ايضا، انتهاكات واعتداءات على المعتقلين بشتى الانواع والاشكال.
لا يمكن وصف الصورة الحقيقية الموجودة لأنها صورة بشعة للغاية، وربما الكلمات تعجز عن وصف هكذا صورة قبيحة وجدت بعد الاحتلال، وجدت في زمن حكومات تدعي الإصلاح، وجدت في زمن أحزاب إسلامية المفروض تحكم بالشريعة والقرآن والدين. لكن ما يوجد اليوم في العراق هي مجموعة من العصابات التي تحكم هذا البلد وتتحكم بالقوانين الموجودة خدمة لمصالحها أولا، وطبعا ابتزاز وسرقة وتدمير للمجتمع واستغلال قضية المعتقلين ورقة ضغط وباب من أبواب الربح المالي على حساب الأبرياء. بهذا أصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.